أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من ركن الترابي. النهاردة هنتكلم عن رواية لواحد من أهم فرسان الرواية العربية في جيل الستينات، الجنوبي الأخير، كاتبنا الكبير عبد الوهاب الأسواني. أستاذنا عبد الوهاب من مواليد قرية جزيرة المنصورية التابعة لمركز دراو في محافظة أسوان سنة 34. حصل على الثانوية العامة دون أن يكمل تعليمه لانشغاله مع أبوه بتجارة كبيرة بدأها في الإسكندرية. في الوقت ده إسكندرية كانت مجتمع كوزموبوليتان بامتياز، متصالحة جدا مع نفسها، سكانها خليط من البحاروة والصعايدة والأرمن واليونانيين والإيطاليين والإنجليز والفرنساويين واليهود. في المجتمع الساري ده تنوعه بدأ يتعلق بالقراية ويواظب على حضور ندوة عرفت وقتها باسم ندوة السبت. ضمت أبناء التجار اللي زي حالاته في إطار الندوة دي، تم عمل مسابقة للقصة القصيرة شارك فيها بأول قصتين لي، وفازت الاثنين وعمره وقتها لا يتعدى 15 سنة. لكن أول جايزة عامة أخذها كانت عن طريق مجلة النصر التابعة للقوات المسلحة. كانت المجلة بتنظم مسابقات سنوية في الأدب، بتختار موضوع المسابقة للقراء يكتبوا عنه وبيتقدم القراء بأعمالهم. المسابقة دي شارك الأسواني بقصتين وأخذ المركزين الثالث مكرر وال17، بعدها فاز بثلاث جوائز مركز أول في مسابقات حكم فيها كتاب كبار زي يحيى حقي ونجيب محفوظ ومحمد منظور وأحمد علي باكاسير. في أواخر الخمسينات نما لديه ولع شديد بالقراية في التاريخ اللي هيكتب عنه كتير بعد كده في قالب قصصي، بخلاف كتاباته الأدبية في الرواية والقصة القصيرة والمسلسلات التلفزيونية. نظم نادي القصة في القاهرة في الستينات بالتعاون مع المجلس الأعلى للفنون والآداب مسابقة للقصة القصيرة وأخرى للرواية. فاز الأسواني بالمسابقتين معا، وفازت روايته الأشهر سلمى الأسوانية، واللي احتفى بيها الكاتب الكبير يعقوب الشاروني اللي يعد من أشهر من كتبه في أدب الطفل. كتب الشاروني عن سلمى الأسوانية مقال متعمق باعتبارها بتقدم في الوقت ده بيئة مغيرة وغير مألوفة للرواية العربية، وكونها اتخذت سمت جديد وشكل جديد من أشكال السرد. المقال ده أعلى من قيمة الأسواني جدا وكان فتحة خير عليه. في منتصف السبعينات التقى الأسواني بالكاتب الكبير يحيى حقي، أهداه تاني رواياته اللي كان لسه شغال على كتابتها، وطلب منه يتوسط ليه للحصول على منحة تخرج من وزارة الثقافة لو الرواية عجبته. يحيى حقي قال له: مش أنت اللي كتب عنك الشاروني؟ في الوقت ده كنت علشان تعرف تحصل على منحة تخرج من وزارة الثقافة لازم يبقى ثلاث من الأدباء ضمن أعضاء لجنة التخرج ويجيزوا ليك ده. بعد اللقاء سافر الأسواني اسكندرية ولقى جواب من يحيى حقي بيقول له إنه عاش في أحداث روايته وإنه هيقف جنبه علشان ياخد التفرغ. في اسكندرية كان بيحضر لنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم صالون أدبي يعقد يوميا على مدار شهر في كافيه بيترو، بصحبة الروائي الكبير عبد الحكيم قاسم والقصاص العبقري محمد حافظ رجب. الناس دي عظيمة يا جماعة، أتمنى إن أنا أعمل لكل واحد منهم حلقة أكلمكم عنهم. كان بيواظب على حضور ندوات محفوظ في مقهى ريش في القاهرة، واكتشف هناك وهو بيهديه نسخة من روايته سلمى الأسوانية ان محفوظ قرا الرواية بالفعل بسبب مقال الشاروني. امتدت علاقاته بالقاص العظيم يوسف إدريس وبرجاء النقاش الناقد الأدبي والكاتب الصحفي الكبير وبسهير القلماوي رئيسة هيئة الكتاب وبالوزير السابق فاروق حسني اللي كان وقتها مدير قصر ثقافة الأنفوشي في اسكندرية، وبيحيى الطاهر عبد الله وأمل دنقل والأبنودي وصلاح جاهين ونجيب صبور. يقول الأسواني في حوار أجراه معاه صديقي الكاتب إيهاب مصطفى قبل وفاته بحاجة بسيطة: دونت 300 فكرة لروايات أحتاج لأن أعيش أكثر من 100 عام أخرى كي أكتبها. حصل الأسواني على 11 جائزة بين جوائز مصرية وعربية، منها جائزة الدولة التشجيعية سنة 98 والتقديرية سنة 2011. ترجمت بعض قصصه للإنجليزية والفرنسية والروسية والصينية، لكن ده ما كانش كافي بالنسبة له. حين سئل عن الترجمة قال: أشعر أن الغرب لا تهمه قضايانا. تعالوا بقى نتكلم عن آخر ما كتبه عبد الوهاب الأسواني، رايته الأخير إمبراطورية حمدان على مدار 532 صفحة، بياخدك الكاتب لعالمه اللي عاش فيه. بطل الرواية من أسوان، ثم إنه بيتغرب في اسكندرية البلد اللي كلها أجانب على مدار أكثر من 30 سنة، بتشوف قصة حياته ما بين الحربين العالمية الأولى والثانية انتهاء بنكبة فلسطين سنة 48. العظيم في الرواية دي انه فيها اعادة احياء لشغلانة اندثرت. ما اعرفش ان كنتم تفتكروا الثلاجات القديمة المعزولة اللي كانت من غير فريون كانت بتتحط فيها الواح التلج وازايز الحاجة الساقعة، ولا لا؟ يعني بيكون مربوط فيها من بره بقى كده حبل موصول بفتحة الازايز. الثلاجات دي فضلت منتشرة في وسط البلد وكان اخرها من 20 سنة فاتوا تقريبا. الأسواني في الرواية دي بقى يا سيدي بيتكلم عن مجتمع مصانع التلج والمشروبات الغازية والثلاجات اللي من النوع ده.
المشروبات الغازيه دي كانت موجوده وقتها، بس ما كانتش لسه ظهرت شركات عملاقه زي بيبسي وكوكا كولا. وقتها كانت مصانع الحاجه الساقعه توزيعها هيقتصر تقريبا على بعض المدن واحيانا بعض الاحياء. راحت الثلاجات القديمه وحلت محلها الثلاجات الكهربائيه، وراحت مصانع الحاجه الساقعه القديمه وحلت محلها شركات عالميه زي كوكا كولا وبيبسي. بنشوف خبايا الصناعه اللي اندثرت دي واللي كان شغلها مع كل بيت في مصر ومع اصحاب الجزاره والجيلاتي والكازينوهات في اجواء مثيره جدا. اصحاب الثلاجات بيدورهم اصحاب المخازن، اللي بيدورهم اصحاب الوكالات، اللي شغلهم مع اصحاب المصانع. شخصيات مرسومه بعبقريه، اسمائها والقابها وقصصها ظريفه زي عبد الخالق ايرات الارض، مرجان الفيل، بقدونس افندي، حسان الحصان، فتحيه العضاضه. العنصر النسوي حاضر بقوه. لكن انا عندي مشكلتين مع الروايه دي، ودي الروايه الوحيده اللي قريتها لعمنا الكبير عبد الوهاب الاسواني الحقيقه. المشكله الاولى ان اللغه بسيطه جدا، انا كنت منتظر حاجه ثانيه، كانك بتقرا قصه مقرره على طلبه المدارس. دي ممكن تبقى ميزه عن بعض الناس، لكن بالنسبه لي فانا زي ما بحب الدراما ورسم الشخصيات كويس، فانا برضو بحب اللغه السريه والموسيقى الداخليه في النص، وده ما كانش متوفر قوي الصراحه. المشكله الثانيه هي فين بالظبط الحبكه؟ يعني الحبكه غير ممتده، مش ملضومه كلها بخيط واحد من اول العمل لاخره، انما هي مجموعه من المشاكل والعقد بتتحل عشان تيجي بدلها عقد ومشاكل جديده. ما بين مشاكل في الصعيد بيحلها البطل، ومشاكل في شغله في اسكندريه، ومشاكله مع اولاده وبيته، كانك مش بتقرا روايه انما بتتفرج على مسلسل عربي. لو اتعملت مسلسل عربي هتبقى مسلسل عظيم على فكره، وهيكسر الدنيا كمان، لكنها مش على نفس القدر من الجمال والعظمه في ميزان الادب الروائي. اجمالا روايه ممتعه استفدت منها وعرفت تفاصيل ما كنتش اعرفها، وشفت اسكندريه فيها بعيون الكاتب في زمنها الجميل. كده خلصت حلقتنا، اتمنى تكونوا استفدتم بتعرفكم على واحد من اهم كتاب جيل الستينات، وعلى اخر روايه كتبها ليه رحمه الله عليه ضمن اصدارات الهيئه العامه لاصول الثقافه سنه 2017 قبل ما يتوفاه الله في 2018. لو عجبتكم الحلقه ما تبخلوش علينا بشير وسبسكرايب ولايك. تحياتي انا رامي رأفت، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله. We'll be right back.